السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ النهاردة عن تمرين الصدر. نظرا لان الناس حبت الموضوع بتاع ان انا ترجمت الفاس 7 بتاعت هاني رامبود بالنسبة للباك ورك اوت او تمرينة الظهر، فانا قلت النهاردة انا كده كده عندي صدر، فممكن اخشها ST 7 واصورها لكم وتشوفوا. فتعالوا نتابع بقى نشوف. بس طلب صغير جدا وبسيط من الناس. يا ريت يا جماعه، بس يعني اللي انا بعمله ده انا ما باخدش عليه اجر، وما بعملش يعني ده عشان شهره ولا بتاع ولا الكلام ده. الفكره بوصل معلومه، فلو سمحت يعني وانت بتتفرج على الفيديو بعد اذن حضرتك، ولو الفيديو عجبك مش اكتر ان انت تعمل شير، ما توقفش المعلومه عندك، خلي المعلومه تنتشر للناس. يعني الفيديو ممكن يجيب مشاهدات اعلى، انا مش فارق معايا المشاهدات، الفارق معايا ان الناس تستفيد تتعلم. هو ده دي فكرتي في الصفحه اللي انا عاملها يعني. فتعال نشوف ST 7 بتاعت هاني رامبود النهارده في تمرينه الصدر هنعمل فيها ايه. مجموعه في الفاس 7 هو بتخش، او اول حركه انا اسف، بتخش صدر عالي، هتخش اربع مجاميع، المجموعتين الاولانيين خفاف والمجموعتين التانيين تقال، نفس السيستم اللي انا عملته في الظهر وهو ماشي بيه نفس السيستم في الصدر. محتاجين الراحة ما بين الأدوار 45 ثانية، ومحتاجين ان التركيز في الكونتراكشنز. اهم حاجة ان انت تقبض العضلة، تبقى فيها القبضة بتاعت العضلة تبقى جامدة، ان انت طول الوقت متحكم في الطلعة وفي النزلة. لازم تجيب من 10 ل 12 عدة، عشان كده هو بيقول لك ما تصعدش بالاوزان جامد قوي. واحنا مكملين التمرينة هقول لكم كل اللي هاني قاله في الفيلم. يا الله، الدور الثاني في نفس الحركه الاولى في الصدر العالي في ST 7 بتاعت هاني رامبود. من ضمن الحاجات اللي كان قالها هاني في الفيديو وانا اللي بعمله، ان انا بترجم اللي هاني بيقوله، انا لا بضيف ولا بقلل من الكلام، انا بقول اللي هو قايله بالظبط بالعربي عشان الناس اللي ما عندهاش الثقافه الانجليزيه تقدر تفهم هو بيقول ايه. في وسط الفيديو هو كان قال ان لازم يبقى انت واخد كارب عالي قبل التمرينه في حدود ساعه. ده اللي هاني قاله، ان تبقى واخد كارب عالي عشان يساعدك جوه التمرينه دي عشان تقدر تكمل التمرين نفسه. وفي نفس الوقت لازم تبقى هايدريتد، تبقى مرتوي، يعني يبقى شارب ميه طول التمرين. طول التمرين انت بتشرب ميه. لو انت لو عايز يبقى عندك بامب عالي، يبقى العضله كلها تبقى قايمه وفايره جامد جدا، لازم تشرب ميه طول التمرين. خش المجموعه الثانيه في الحركه الاولى. يا الله يا الله يا الله يا الله. بالنسبة للأسئلة اللي كانت جت، الناس اللي بتناقشني في موضوع ان الكارب في التمرينة، او هاني رامبود قايل كذا او كذا، يا جماعة انا مجرد ان انا بنقل اللي هاني بيقوله، انا ماليش علاقة بالموضوع، ما تناقشنيش، روح ناقش هاني عشان بس نبقى صراحة في الموضوع ده. انا لا هزود ولا هنقص، هاني مدرب عالمي وهو عارف هو بيعمل ايه. انا كل ما عليا ان انا بترجم التمرينة مش اكتر، لان كان في ناس دخلت قالت لي وانت ايه رايك بقى في التمرينة دي والكارب ليه عالي قوي؟ ما انا ماليش في التفاصيل دي، مش بتاعتي، دي بتاعت هاني رامبود، هو اللي مخترع الموضوع. بس ما علينا، نرجع لبقيه التمرين. الدور الثالث اهو ده، هنخش تقيل دلوقتي. بس رايي انا الشخصي، لو انا اللي هعمل الموضوع ده ليا انا، التمرينه دي تقيله جدا يا جماعه، دي مش تمرينه سهله. خلينا مكملين وهتشوف، هتعرفوا في الاخر لما اجي للنقطه الحاسمه بتاعت الفاس 7 ده موت يعني. والناس اللي متفرجه على الفيديو بتاع هاني وجيرمي هيبقوا فاهمين انا داخل على ايه. يا الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20. يا الله 20. اوكي. الدور الاخير فاس 7 في اول حركه هنخش ده اخر في التقيل. يا الله بسم الله. سريع يا الله 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 اللهم انا الاخير الاخير ان شاء الله يا الله. الحركه الثانيه في الفاس 7 انت هتخش على العالي برضو لسه مركزين في الصدر العالي عشان هو هاني قال لك دايما ان اللعيبه عندهم الصدر العالي دايما بيبقى ضعيف فهو دايما تركيزه حتى مع جيرمي اللي هو واخد مستر اولمبيا في الفيزيك تركيزه على الصدر العالي عشان يقدر يحسن من ادائه على المسرح والصدر يبقى فيه دورانات جامده من فوق. ده كلام هاني اللي كان بيقوله في الفقره دي. هنخش دلوقتي هوريكم الفلاي او الفراشه هو بيعملها بشكل مختلف شويه غير المعتاد اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو انت بتفتح دراعك تنزل وتطلع في نفس الزاويه. لا المره دي هو بيخلي الدمبل يلف في الهواء. فتعالى شوف اوريكم الطريقه هتبقى عامله ازاي. وبرضه زي ما احنا متفقين من 10 ل 12 عده وما تشيلش اوزان تقيله شيل الوزن اللي يسمح لك ان انت تجيب ال 12 عده ويبقى معاك فيه مقاومه يعني لا وزن خفيف قوي ولا وزن تقيل قوي ما بين البنين يبقى عندك اللي هي سنه المقاومه او الريزيستنس في النص. ده الوضع الاخير هيبقى للدمبل كده. يا الله 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 اوكي. المجموعه الثانيه في الحركه الثانيه في الفاس 7 وزن لسه مش تقيل قوي. اهم حاجه يا جماعه نلعب على اللفه بتاعه القبضه ونركز عليها دلوقتي اكتر. خلي الكاميرا تجيبها اكتر. يا الله يا الله يا الله يا الله كانت ان شاء الله في الفاس 7 في الحركة الثانية في الفراشة مع لف القبضات. يا الله واحد اثنين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
احسنك يا لسه. يا الله يا الله. اوكي الدور الاخير في الفراشه عالي في الفاص 7 تقيل وربنا يستر ومن حقك من 10 ل 12 عده انت وكفاءتك بقى. بس هو يحبذ يعني انت تجيب ال 12 عده ان شاء الله يا رب. يا الله يا الله يا الله يا الله. طيب يا الله يا الله. يا الله يا الله يا الله اوكي. الحركة الثالثة صدر عادي بس الفكرة ان احنا مش هناخد الزاوية هتبقى 90 الزاوية هتبقى اكتر كمان من 45. انا هوري لك القبضة ازاي. هاني بيسميها اللي هي البار جراب او سميها القبضة مثلا الحديدية او القبضة القوية حاجة كده. اهم حاجة ان كوعك ما يبقاش فاتح قوي عن المجانس يبقى قريب منها والتركيز كله على الصدر انت بتزق الفوق. ومن ضمن الحاجات اللي هاني كان قالها برضو قبل ما اخش الدور قالك لو انت وحد معاك المدرب بتاعك او حد من زمايلك بيتمرن معاك يحبذ يعني لو هو وانت بتتمرن يحط ايديه الاثنين على الصدر من فوق بحيث ان يخلي الدماغ تركز اكتر على الصدر في الكونتراكشنز او في القبضه او القبضه بتاعت الانقباض بتاع العضله وانت طالع. ده اللي هاني بيقوله. يا الله تاني في الصدر الفلات او الصدر النايم. اهم حاجة زي ما هاني مركز عليها قالك الكونتراكشن او انقباض العضلة ده يكون جامد جدا. وفي نفس الوقت بعد ما بتجيب العشرة من 10 ل 12 عدة في اللي هم الخمس عدات السرقة اللي يعني انت بتتشيت بس اللي هو بتعمل حركة موشن كده بتعمل كونتراكشنز للعضلة او بتقبض العضلة على قد ما تقدر اللي هو اصلا لغاية فيلير لغاية لما انت مش قادر تزق تاني. اوريك ازاي ده لو ربنا اعاني ان احنا نجيب ال 12 يعني. يا الله. واحد اثنين ثلاثة اربعة. يا الله. ستة سبعة. يا الله. ثمانية تسعة عشرة. يا الله. هنا دلوقتي خلاص انا جبت اخري. نجيب بقى الخمس عدات السرقة دول. واحد اثنين ثلاثة اربعة. من ضمن الحاجات اللي هاني قالها قبل ما اخش الدور التالت في الفلات كان قال لما تيجي تاخد وزن من على الراج او من على الحامل بتاع الدنابل هاته على رجلك وقعد وريح خد نفسك غير نفس وبعد كده ابدا الحركه. يعني ما تجيبش الدمبل وتخش بيه الحركه على طول. هو عايزك تبقى مرتاح على قد ما تقدر بحيث ان انت ما تسرقش في العدات وتبتدي تعمل عده غلط او تبتدي تحمل على اكتافك. هو عايز كل
الضغط او اللود او الكونتراكشنز يبقى على الصدر بس. فهو عايزك في جميع الاحوال تبقى انت مرتاح، الوزن مش تقيل عليك قوي، تقدر مسيطر تجيب ال 12 عده بتوعك مرتاح، وبعد ما بتجيب ال 12 بتخش الخمس عدات السرقه اللي احنا اتكلمنا عليهم. يلا بينا. يا الله يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. دور الرابع ان شاء الله في الفلات، وبعد كده هنبدا الجحيم بتاع فاس 7. دلوقتي هنخش اهم حاجه يا جماعه نبقى مركزين، ال 12 عده التجميع فوق ما يتحملش على الاكتاف، دي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي هاني طول ما هو بيتمرن مع جيرمي عمال بيشرحها، بيقول لك ما تعليش عشان ما تعليش الكوع عشان الحمل ما يروحش على كتفه، وعايز الكونتراكشن طول الوقت على الصدر. يلا بينا نخش الدور، وادعوا لي بقى نقدر نجيبه ونجيب الخمس عدات. وبعد الخمس عدات هنعمل اللي هي البوزنج، او هنجمع الصدر التجميعه اللي هو اكنك بتشد على المسرح. دي من ضمن الحاجات اللي هاني بيعملها في التمرينه دي، انا نسيت انوه عليها، انا عملتها في الادوار كلها بس انا نسيت ان انا اصورها، فدلوقتي اصورها. يا الله خمسة ستة يا الله سبعة ثمانية تسعة التمرينة الأساسية أو الحاجة الأساسية في التمرينة بتاعت هاني اللي هي الفاس 7، اللي هي أصلا مبني عليها كل التمرين بتاع هاني. هتخش على الكيبل كروس، بتفتح بتلعب تفتيح، وبعد كده بتلعب تجميع، وبعد كده بتنزل تعمل ضغط على الأرض، بس رجليك بتبقى مرفوعة على ترابيزة. هتشوف دلوقتي أنا هعمل إيه. اللهم أعنا يا الله. أي. أي. سبعة ثمانية تسعة عشر يا الله يا الله خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشر واحد اثنين. بعد كده بعد ما بتطلع من على الكيبل بتقوم داخل على الدكه، تحط رجلك فوق، تنزل ضغط عادي. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر. بعد ده طبعا بيكون موت بس لازم تجمع. تفضل قافل سكويز تلاتة. من ضمن الحاجات اللي هاني قايلها ان الكوع لازم يبقى عالي تبقاش تحت. ست سبعة ثمانية
9 يا الله 1 و2 والبرس 1 2 3 4 5 يا الله 6 7 يا الله 8 9 10 1 2 يا الله ست سبع ثمانية تسعة عشر الدور الثاني لسه فاضل 5 ادوار عشان ما اطولش عليكم الفيديو يبقى مدته طويله اللي انا عملته ده هعمله 5 مرات كمان نفس الحاجه الوزن ثابت بتلعب فراشه الكوع عالي مش تحت كوع عالي في مستوى الصدر مستوى الكتف تقفل الاول 10 ل 12 بعد كده بتبرس او تضغط من 10 ل 12 وبعد كده بتيجي تحط رجلك فوق على الترابيزه وتعمل 10 عدات ضغط وبعد ما بتخلص ده بتقوم تجمع الصدر تفضل قافل 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 لغايه لما تقدر تاكسباند او تخلي العضله تفتح جامد جدا ده السيستم بتاع هاني رامبل فاز 7 شيست ورك اوت او تمرينه الصدر اللي انت سالته عليها خليكم متابعين ما تنسوش شير او خلي مشاركات مع اصحابك خلي الناس تشوف ما توقفش المعلومه عندك عشان انا اكمل اللي انا بعمله ده عشان افيد الناس على مستوى كبير جدا احنا بنحاول نخدم مش اكتر سلام عليكم وتحياتي ليكم هاني